السؤال بقى التاني، وهو كرجل دولة قبل ما تكون مسؤول ومتأمل في الشأن العام، عادة المجتمعات لما بتمر بتغيرات عنيفة ده بيبقى ليه انعكاس على الصحة النفسية لهذا المجتمع. المجتمع المصري في فترة زمنية مش كبيرة يعني مر بتغيرات قوية، مر بيناير 2011 وما استتبعها من فوضى، وإن مفاصل الدولة زي ما بيقولوا بتفك للناس اللي شايفة طول عمر دولتها دولة مركزية وحاضرة، فجأة بتلاقي الدولة دي على حافة الانهيار. ثم حكم جماعة إسلامية وتناحر مجتمعي بلغ مداه، وصولا لثورة لتصحيح هذا الوضع. ده أكيد ليه انعكاساته على الصحة النفسية للمواطنين، أخذا في الاعتبار أن حتى العشر سنين اللي فاتوا مع كل المحاولات لبناء الثقة لدى المجتمع، لبناء الأمل، بناء القدرة بالعمل، كل ذلك، كان عندنا حرب على الإرهاب راح فيها شهداء كسر أكثر من 3000 شهيد، فضلا عن برنامج إصلاح اقتصادي كان برضو ليه ضغطه في الأحوال المعيشية. الصحة النفسية للمواطن المصري النهاردة عاملة ازاي؟ سؤال مهم جدا. احنا طبعا عندنا حاجة اسمها الأمانة العامة للصحة النفسية، وده قطاع كبير جدا في وزارة الصحة، لكن يمكن الناس كتير ما بتبقاش عارفة عنه معلومات كافية. مثلث الصحة لأي إنسان عايش على الكرة الأرضية هو صحة جسدية وصحة نفسية وصحة بيئية أو صحة مجتمعية، بنسميها physical health, mental health and social health. هم دول الثلاث أضلاع المثلث. لو انت كل واحد بقى يفكر عنده كم ضلع من المثلث ده، لو انت اعتبرت ان انت ما عندكش سكر، ما عندكش ضغط، وربنا كرمك بصحه جيده، ويبقى انت كده صحيح. انت ناقصك كتير جدا. انت نفسيتك عامله ايه، او الصحه النفسيه بتاعتك عامله ايه، انت علاقتك بالمجتمع عامله ايه. عشان كده الثلاث اضلاع دول هم اللي يؤدوا الى راس المال البشري او التنميه البشريه. الانسان سوي بكل المقاييس الخاصه بالصحه العامه اللي هي صحة نفسية وجسدية ومجتمعية. طيب احنا علشان ارد على سؤالك بشكل مباشر، الدراسات العالمية بتقول ان ما يقرب من 25% من المواطنين على مستوى العالم ايا كانت الدولة متقدمة بيبقى عندهم جزء من الاضطرابات النفسية. وانا هنا عايز افرق ما بين الاضطراب النفسي والجنون، لان الناس دايما تعتبر ان الامراض النفسية الاضطراب النفسي هو اي عارض على جهازك العصبي. هنا بتكلم على 25% يعني الاضطرابات النفسية العامة، ومصر ليست ببعيدة من المعدلات العالمية، لأن أنت جزء من المجتمع تأثر باللي أنت قلت عليه من أحداث يعني كادت أن تكون أحداث دامية وأحداث يعني مدمرة كثيرة. وأجيال شافت حاجات. إحنا كنا بنشوف حرايق، وكنا بنشوف ناس بتطلع تتكلم، كنا كلنا بنقول هو ده مصيرنا وده اللي إحنا رايحين له، لكن ربنا كرمنا وأزاح الغمة من علينا. شفنا معهد الأورام بيستهدف بعمل إرهاب. أنا رحت وبعديها بنص ساعة وشفت الجثث على الأرض الساعة 3 صباحا وقت ما حصل التدمير أمام معهد الأورام. يعني أنا كنت موجود في مكان الحدث بعديها. مش دي بس يعني، لكن يعني كتير، بس الناس بتنسى. يعني إحنا دايما عندنا، إحنا كنا وصلنا لمرحلة إن إحنا ما كناش عارفين إذا كنا هنقدر نعيش في البلد دي تاني ولا لا. وناس كتير، وانت تعلم كتير، الناس كتير فكرت انها تسيب البلد وتمشي، واللي دور على جواز مختلف، واللي دور على مكان يقيم فيه بره، واللي دور على فرصه عمل في اي حته تانية، لان كان في احساس باستحاله العيشه واستحاله الامان. اللي جزء من، على فكره، جزء من التنميه البشريه هو ان المواطن يكون حاسس بامان. عشان كده الدوله لما عملت البنيه التحتيه وعملت رسخت الامان، وكان الرئيس بيقول ان احنا الفتره الاولانيه كانت مهم جدا ان احنا نرسخ بيها الشعور بالامان في المجتمع المصري عشان الانسان يقدر يبني عليها تاني. لكن ارجع تاني لسؤالك اللي هو الخاص بالصحه النفسيه. طبعا ما فيش شك ان القلق
ده نوع من انواع الاضطراب النفسي. الاكتئاب نوع من انواع الاضطراب النفسي. طبعا مش هنخش في الجيزوفرينيا ونخش في البايبولر او لكنه عرض من الضغوط. انت لو 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 ما عرفتش تنام انت قلقان، ده اضطراب نفسي. لو ما تمتعتش بالحاجات اللي كنت بتتمتع بيها اذا كانت رياضه ولا اذا كانت مطعم ولا اذا كان نفسي. ولا كان اسرتك، ده اضطراب نفسي. يعني ما حدش يتصور ان الاضطراب نفسي يعني معناه الانسان لازم يمشي في الشارع بيكلم نفسه، مش دي القضيه في اضطراب النفسي. اضطراب نفسي درجات كتيره جدا وكلها يطلق عليها الصحه النفسيه. طب يبقى هنا ادي كده الصحه الجسديه والصحه النفسيه والصحه المجتمعيه. الصحة المجتمعية ان انت لو الحاجتين دول مش مظبوطين هتلاقي الشخص وهو بيتعامل في مجال عمله وهو نموذج للمجتمع هتلاقيه مش سوي، هتلاقي لا يعلم ازاي يشتغل في وسط تيم وورك او في وسط مجموعة عمل. علاقاته بالمرؤوسين ورؤسائه ايضا علاقات غير سوية نفسيا وغير منضبطة. كل ده في النهاية بيؤثر على دولاب العمل فيؤثر على المنتج النهاية. في النهاية احنا عملنا ايه بقى؟ احنا عندنا خط ساخن اي حد يقدر يتواصل مع الصحة النفسية علشان يقدر ان هو ياخد مشورة نفسية. بنشتغل دلوقتي مع جهات في الدولة مهمة جدا علشان المقبلين على الزواج مثلا اللي هم قبل ما بيتجوزوا اللي هم دول عندنا 900,000 وعلاقة نزيجة. الزواج بالاضطراب النفسي بنعمل لهم استبيان قبل ما يعقد. تمام ينفعوا يعني لا لا بس بيبقى طبعا. عندنا بيان بيبقى عندنا بيان عشان نقدر نشوف طبعا يعني هم السلامة النفسية بتاعتهم. صحيح يعني. بنهتم بانتشار المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى جمهورية مصر كلها. طبعا بنطور في ما هو موجود زي العباسية زي الخنكة زي الحاجات دي كلها، لكن عندنا في كل محافظة تقريبا دلوقتي في مستشفى للصحة النفسية. التحدي اللي فيها هو الكفاءات والقوة البشرية لأن التخصص ده تخصص نادر في مصر ونادر على مستوى العالم اللي هو المتخصصين في الصحة النفسية.